ويراوده الخيال. وصلت خيال محمد بن بخيت النوبي العامري بينما المركز الثاني مع زعفران لأحمد بن برقش بالطبازة. العامري يتقدم بالمركز الثاني بينما المركز الثالث وصلت أيضا الشاهنية عبد الله بن حمد بن حميدي المنصوري بينما المركز الرابع تحركت فيه وانطلقت في شقرة لسالم بن طحنون بيابر المري بينما المركز الخامس خامس المراكز نتقدم أيضا وهناك الوصول مع الديبة لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. أما سادس المراكز مع انطلاقة شواهين مبارك بن حمد بن دليل بالويع العامري. والمركز الثامن أو السابع هناك تنطلق فيه تحركات العذرة لسالم بن حمد القرين العامري بينما ثامن المراكز مع انطلاقة أيضا وتقدم الغزي لراشد محمد يعان الشامسي بينما المركز التاسع وصلت حشيمة لعلي بن خادم الزرعي هنا وصلت في هذه اللحظات بينما المركز العاشر مع انطلاقة ديما لسعيد بن ضبيب الراشد الدرعي. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعين الأفاضل شاهدنا المراكز الأولى المتقدمة في تحدياتنا في انطلاقاتنا الجميلة ولكن عودتنا إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط. هناك مع المركز الأول المتقدم بالصدارة هناك خيال خيال على الصدارة خيال على مقدمة الشوط. هناك بالمركز الأول مع محمد بن بخيت النوبي العامري بينما المركز الثاني وصلت وتحركت فيه تحركت زعفرانة أحمد بن رغش بالطبازة العامري بينما المركز الثالث مع الشاهنية عبيد الخليفة بن عبيد الخيالي رابع المراكز. من يتقدم في هذه اللحظات الجميلة مع انطلاقاتنا مع تحدياتنا مع الوصول من شقرة سالم بن طحنون مجابر المري بينما المركز الخامس التحرك بدأ الانطلاق في هذا المسار الجميل. نتابع الأسماء الواصلة مع الكيلو المتر الأخير الكيل الخطير من وصل وتحرك هناك مع انطلاقتي وتحديات او 1400 متر المتبقي من نهاية هذا الشوط ولكن عودتنا الى الصدارة الى الرقص الجميل الى الاداء الرائع منذ بداية هذا التحدي الجميل. اذا خيال خيال ولكن بدأت تتحرك ايضا الشاهنية عبيد خليفة بن عبيد الخيالي بينما الوصول أيضا والتحرك بدأ على المركز الثالث من زعفرانة أحمد الرغش بالطبازة العامري. بدأت المنافسة والتحديات الجميلة من الانطلاقات المستمرة هنا في هذا التحدي الجميل. إذا المقدمة الصدارة المركز الأول هناك مع مقدمة هذا الشوط هناك مع الصدارة هناك مع المركز الأول. إذا زعفرانة على الصدارة على المركز الأول على الصدارة الأولى بينما المركز الثالث وصلت هناك اعتبار حمد السيد حمد العامري ورابعا مع انطلاقتي أيضا وتحركاتي هناك صعايب عبيد نصيب عتيق السفوسي والوصول أيضا مع انطلاقتي المركز الرابع. من تدخل في هذه اللحظات وتحرك في هذا المسار الكبير الله 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 المنافسة القوية الأداء الجميل هناك مع المقدمة مع هناك الشاهنية عبيد الخليفة بن عبيد الخيالي يتقدم بالأداء يتقدم بالتحدي. أهالي الخزنة أهالي الخزنة هناك خزنة النواميس مع المركز الأول بينما المركز الثاني مع انطلاقة صعايب عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي بينما المركز الثالث ودوم وأداء زعفرانة أحمد بن رقش بالطبازة العامري. بدأ التنافس الأخير بدأ التحدي ولكن أهالي سوحان أهالي سوحان باللحظات الأخيرة سلالة عز الجيش مع صعايب صعايب عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي هنا لحظات الفوز لحظات الانتصار. تهانينا والناموس المركز الثاني شانية عبيد بن خليفة عبيد الخيالي ثالث المراكز وصلت فيه هناك مع زعفران أحمد رغش طوازة العامري بينما المركز الرابع
وصلت فيه هناك مع محنة لمنصور بن علي بن سالم العامري، والمركز الخامس وصلت فيه هناك بأدائها اعتبار حمد بن سير بن حمد العامري. إذا مشاهدين الأعزاء مستمعينا الأفاضل، نعود بالتوقيت الزمني 5:59 وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت هناك الفائزة بناموس ثالث الشوط صعايب عبيد بن نصيب العتيق السبوسي تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت فيه توقيت زمني وقدر 6 دقائق وجزء واحد من الثانية هي الواصلة الشانية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي. بينما المركز الثالث كانت حاضرة أيضا في هذا الأداء هناك مع انطلاقة زعفران أحمد رغش بالطبازة العامري. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا الأعزاء